العاطفة المخلصة على نظام التوحيد وعلى أحكام الدستور والقانون وعلى مصالح الشعب بالرعاية الكاملة وعلى إحافظ على استقلال الوطن ووحدة وسلامة ربي. كل أعضاء المجلس النواب المصري بلا استثناء على الجهد اللي قاموا به خلال دورتين الأحقاد. بحب أؤكد باسم جميع نواب أهل مستعمر الوطن ولي الشرف إن أنا أتحدث باسمهم النهارده إن هم بإذن الله سيحافظوا على ثقة المواطن فيهم، هيمضوا قدما للأمام ناحية مصلحة الوطن وناحية مصلحة المواطن. صحيح مرينا فترات عصيبة داخل البرلمان وكانت عندنا مقارنات كثيرة جدا، لكن في النهاية كنا دائما بنغلب الامن القومي للبلد وبنغلب مصلحه المواطن على اي شعور عاطفي او على اي اتجاهات عاطفيه. وان شاء الله باذن الله ربنا هيوفقنا في النهايه ان احنا نشوف مصر قويه، نشوف مصر قادره، نشوف مصر بتنهض وتاخذ مكانها الطبيعي في بين دول العالم. اعتقد ان بقوه اعضاء البرلمان ستحيا مصر. عارفين التحديات صعبة، الشعب المصري يتحمل اللي ما فيش شعب فعلا غيره يتحمله، وده أمر واضح وما نقدرش. في ناس عايزة تشوف نص الصورة بس، لكن الصورة كاملة شئنا أم أبينا إلى عظمة الرئيس وعزيمة الشعب. الإصلاح اللي بيعمله حاليا الرئيس عبد الفتاح السيسي كان المفروض يتعمل من سنين كتير فاتت، والتأخير فيه كان لأسباب مختلفة كتير. وصل التحدي لإعادة بناء مصر من جديد، واللي بنواجهه حاليا من ظروف صعبة وغلاء أسعار ده فاتورة الإصلاح والتنمية اللي بتحصل في كل المجالات. وعلشان نوصل لتحسين مستوى معيشتنا لازم كلنا نتكاتف لإنجاح هذه التنمية وهذا الإصلاح. لازم كلنا نعرف إن الإصلاح الاقتصادي هو طريقنا لبناء مستقبل هذا الوطن. إن مصر كل يوم بتستعيد مكانتها وسط الدول العربية أكثر وأكثر، بدليل الاتفاقية ومحاربة الإرهاب اللي اتفقت أكثر من دولة زي الإمارات والسعودية مع مصر ومحاربة كل من ضد الإرهاب سواء كان بالفكر أو التدريب أو بالمال. فمن هنا احنا بنقول إن الدول العربية هترجع دولة واحدة وإيد واحدة، وربنا يوفق الرئيس عبد الفتاح السيسي. كل القوانين والموضوعات اللي عشناها في لجنة الشباب والرياضة هدفها الأساسي آداب شباب وطن المحترف. إننا نؤمن أن الشباب مستقبل هذا الوطن. لا الإنسان يعني الارتقاء بمهاراته وقدراته علشان نلحق بالحقيقة براتب الحضارة العالمية ونكون على المحطة التنافسية العالمية. هو ده أملنا بكرة إن إحنا نشتغل أكتر في تطوير التعليم علشان إحنا مهتمين إن هو ده هو اللي هيساعد في إعادة بناء مستقبل وطن. نحن مسؤولين أمام الله سبحانه وتعالى على أن نبني مستقبل مصر
ومستقبل وطن. كفايه الامراض مرهون بشفايه الاوطان. الفرط مرض والجهل مرض والفوضى مرض يعوق بناء مستقبل. ان شاء الله احنا بنبني للشعب وبنوفر للشعب قوته علشان نبني للشعب مستقبل وطن. حرصا من الدوله على توفير خدمات باقصى معايير الامن والسلامه لامن مستقبل وطن. المشروع القومي للطرق اضاف رغبه كبيره قوي في مصر، يا ريت نستغله على الجانبين الاقتصاديه وكل ده في النهايه يعني بيساهم في بناء مستقبل وطن ان شاء الله. الاستثمار هو الحل الامثل لبناء الاقتصاد المصري. الثلاث سنين اللي فاتوا ظهرت رغبه الدوله نحو توفير مناخ جاذب للاستثمار. وده كان واضح في المؤتمر الاقتصادي اللي دعا اليه سياده الرئيس. لأن مستقبل الفرد مرهون بمستقبل وطن. المجالس المحلية احنا بنقبل كمستقبل وطن ان يكون فعلا فيها مجموعة كبيرة جدا من الشباب، لان هي اللي هتأسس هذه البلد. نثق تماما في إدارة القيادة السياسية لمصر، وثق تماما ان مصر على الطريق الصحيح. مش هنمشي لما نرفع تاني ان شاء الله ان شاء الله كل حاجه طيبه هنعملها لبلدنا، بس انتوا معانا. بتكتبني معايا واللي منصور يتصلح، شاركتني وحاجة